طلبتنا الأعزاء، السلام عليكم. نتابع إكمال ما تبقى من الجزء الثاني من محاضرتنا لهذا اليوم. سوف نتحدث الآن عن شرح المنسترول سايكل أو المنسترويشن، وهي الدورة الشهرية عند المرأة. طبعا الدورة الشهرية عند المرأة هو حدث يحدث شهريا، تختلف يعني الديوريشن of cycle والinterval of cycle، يعني تختلف كلش قد تجي الدورة الشهرية للمرأة، وأيضا فترة بقائها إش قد تستمر. طبعا أقصر دورة شهرية هي 21 يوم، وأطول دورة شهرية هي 35 يوم. لكن الدورة الشهرية اللي تكون regular واللي معظم النساء تكون عندهم هي كل 28 يوم. تقسم الدورة الشهرية إلى قسمين. طبعا اليوم 14 هو هذا اليوم اللي يقسم الدورة إلى أسبوعين قبل الدورة وأسبوعين بعد الدورة. الأسبوعين الأولى قبل الدورة تسمى بالفوليكولار فيس. هنا الهرمونات اللي تكون مسيطرة في هذه المرحلة هو هرمون الفوليكل ستيميوليتينج هرمون اللي اسميناه بال FSH هرمون. هذا الهرمون هو اللي راح يحفز الفوليكل الحويصلة اللي حاوية بداخلها على بويضة غير ناضجة، راح يحاول انه ينضج هذه البويضة بحيث تكون maturing follicle، يعني تكون حويصلة ناضجة مهيئة انه يصير بيها تمزق بهذه الحويصلة وخروج للبويضة الناضجة وتنطلق استعدادا للإخصاب. متى يكون انطلاق البويضة الناضجة؟ يعني متى يكون هو يوم التبويض، يوم الأوفيوليشن؟ هو اليوم 14 من الدورة الشهرية. بعد ذلك عندما تنطلق البويضة المخصبة سوف يبدأ القسم الثاني من الدورة الشهرية الذي يسمى باللوتيال فيس. في هذه المرحلة اللوتيام اللي هو الجسم الأصفر اللي هو بالأساس كان حويصلة حاوية على البويضة، بعد أن تفجرت هذه الحويصلة وخرجت البويضة سوف يتحول هذه الحويصلة المتفجرة اللي خرجت منها البويضة سوف تتحول إلى الكوربس ليتيوم اللي هو الجسم الأصفر، اللي تكون وظيفته إفراز الهرمونات، إفراز البروجسترون والإستروجين هرمونات. طبعا البروجسترون هو هرمون إدامة الحمل، هو الهرمون اللي يقوم ب يعني إدامة بطانة الرحم وتهيئتها من أجل انغراس البويضة المخصبة. هذا الهرمون يفرز من الكوربس ليتيوم، من الجسم الأصفر اللي غادرته البويضة الناضجة. بعد ذلك سوف إذا طبعا تمت التخصيب سوف يتحول هذا الجسم الأصفر إلى الجسم الأبيض ويستمر بإفراز الهرمونات إلى أن يحدث نمو وتكوين للبلاسنتا اللي هي مشيمة الطفل، التي سوف تقوم بعد ذلك بإنتاج الهرمونات بدلا عن الجسم الأبيض الذي سوف يضمحل وتنتهي وظيفته إلى هذا الحد. فهذه هي بأكملها الدورة الشهرية من اليوم الأول إلى يوم 28، منتصفها هو يوم 14 اللي هو يوم الأوفيوليشن. إذا حدث إخصاب سوف تمر هذه الحويصلة بدور الكوربس ليتيوم الذي هو الجسم الأصفر الذي يقوم بإفراز الهرمونات الأنثوية لإدامة الرحم وتهيئته من أجل انغراس البيضة المخصبة. أما إذا لم يتم الإخصاب فسوف يتحول إلى الجسم الأبيض الذي سوف يضمحل ويتلاشى، وتبدأ الطبقة أو الطبقة المبطنة، اللاير المبطنة للرحم من الداخل اللي هي تسمى بالإندومتريوم، تبدأ بالانسلاخ والنزول على شكل دفقات دموية مع ميوكوس وبعض الممبرينز الخاصة
يعني بالإندومتريوم وتخرج على شكل دورة تحدث كل 28 يوم، وتستمر يعني بعض الأحيان 5 أيام أو 3 أيام أو 7 أيام حسب الدورة الشهرية للمرأة. هذا هو ما يخص المنسترويشن. سوف نتحدث الآن عن البريست، ثدي المرأة. سوف نتعلم اليوم في هذه المحاضرة من ماذا يتكون ثدي المرأة وما هو تشريح الثدي. أولا لازم نعرف أنه الثدي عند المرأة يختلف عن الثدي عند الرجل. يكون الثدي عند المرأة more developed ويكون إلى function اللي هو feeding of the newborn. هنا تشوفون تلاحظون بالصورة اللي أمامكم الثدي هو عبارة عن glands، غدة، glandular tissue، ductile قنوات، و connective and adipose tissue. كلها هذه وين تكون مغروسة؟ مغروسة في يعني تحيطها fatty tissue وتتكون من loops. loops يعني فصوص. هذه اللوبس يعني عددها حوالي من 15 إلى 20 لوبس. هذه اللوبس تكون مغروسة أو مقسمة، هي طبعا كلها في داخل الثدي، هذه الفصوص هي موجودة في داخل الثدي، تحيط بها الخلايا الدهنية. متكونة هذه اللوبس من 10 إلى 20 لوبس، تقسم إلى لوبيولز، يعني هذه الفصوص تقسم إلى فصيصات. عدد هذه الفصيصات حوالي من 20 إلى 40 فص لوبيولز. each لوبيول كل فصيص يقسم إلى 20 إلى 80 الفيولاي، يعني حويصلة. إذن اللوبس هي الفصوص من 20 من 15 إلى 20، تقسم إلى لوبيولز إلى فصيصات من عددها من 20 إلى 40 لوبيولز. وإيتش لوبيول كل فصيص يقسم من 20 إلى 80 الفيولاي، حويصلة. هذه الحويصلات عندما يقوم النيوبورن بالسكينج يعني بالرضاعة بالمص، يقوم بتحفيز هرمون يفرز من البيتيوتري جلاند اللي تكلمنا عنها، اسميناها بالغدة النخامية الموجودة في البيز of the brain. يقوم بإفراز هرمون يسمى هرمون الأوكسيتوسين. هذا الهرمون يقوم بتحفيز العضلات الملساء حتى تقوم بالكونتراكشن، يعني تقوم بالعصر. عندما تقوم بالعصر تقوم بمساعدة الحديث الولادة أنه الحليب يندفع باتجاه الخارج عن طريق هذه، يعني يخرج من الحويصلات ويمر بهذه القنوات حتى يخرج عن طريق الفتحات الموجودة في النبل. النبل هي حلمة الثدي. تكون هناك أيضا حلقة موجودة تحيط بحلمة الثدي تسمى بالهالة، هي منطقة تكون أغمق من الجلد، يعني the skin of the breast تكون أغمق وتكون واضحة. في فترة الحمل تزداد يعني the darkness لهذه المنطقة، يزداد اغمقاق هذه المنطقة من الجلد، وهي إحدى علامات الحمل. بالنسبة إلى size الثدي بأكمله، هذا يعود إلى كمية الفاتي تشو الموجودة في الثدي. أما بالنسبة لهرموني الاستروجين والبروجسترون يؤثرون بشكل سلبي على إنتاج الحليب، يعني كل ما ازداد هرمون الاستروجين والبروجسترون في الجسم كل ما أثر على إنتاج الحليب، يعني قلت إنتاجية الحليب. وكل ما قلت نسبة هذين الهرمونين في الجسم كل ما ازدادت إنتاجية الحليب. ولذلك أثناء فترة الحمل نلاحظ أنه عندما ترتفع يعني
مع مرور يعني كل ما تتقدم المرأة بالحمل راح يزداد نسبة وجود هرموني الاستروجين والبروجسترون في دم المرأة الحامل، لذلك يعني سوف إذا كانت مرضعة سوف يتوقف إنتاج الحليب إلى أن تتقدم بالحمل، بعد ذلك تبدأ يعني آلية أخرى وهي عملية بداية تكوين واستعداد الثدي لإنتاج الحليب للمولود الجديد. هذا فيما يخص ثدي المرأة. ننتقل الآن لنتعرف على الحوض، عظم الحوض، وما هو تشريحه، وما هي الأجزاء الرئيسية والعظام ومسمياتها، وأيضا ما هو دور الحوض في الولادة. خلينا نعرف بداية أنه عظم الحوض يقسم إلى ثلاثة عظام رئيسية: الجزء العلوي من الحوض الذي أمامكم، هذا العظم الكبير البارز من الأعلى يسمى الإليوم بون، عظم الإليوم. هذا العظم هو يشكل يعني شكل الحوض الخارجي. أما العظم الأمامي فهو عظم العانة، البيوبيك بون، عظم العانة. والعظام الجانبية هي أو السفلية التي ترونها من أسفل عظم البيوبيك بون هو عظم الإسكيام، وهو يعتبر الجزء السفلي من الحوض. هذه العظام الثلاثة الرئيسية مع بعضها تكون تجويف الحوض. تجويف الحوض مهم جدا في عملية الولادة. طبعا حجم تجويف الحوض هو الذي يحدد إذا كانت المرأة بإمكانها أن تلد ولادة طبيعية أم لا، ويعتمد بذلك على مجموعة من المقاييس التي سوف نشرحها في السلايد القادم. الجزء العلوي من الحوض الذي أمامكم يسمى false pelvic، يعني الحوض الكاذب. أما الجزء السفلي من الحوض فيسمى true pelvic، يعني الحوض الحقيقي. الحوض الحقيقي سوف ترون أمامكم في هذه الصورة، هناك نتوءين صغيرين بارزين باتجاه الداخل من الحوض تسمى بالإشيغال سوباين. هذه النتوءات الشوكية المسافة بينها هي التي تحدد البلفيك إنليت، يعني تحدد هل بإمكان المرأة أن تلد ولادة طبيعية أم لا، لأن هذه النقطتين هي أقصر مسافة في داخل حوض المرأة. طبعا هي بسبب وجود الغضاريف بإمكانها أنه تتمدد وتتوسع إلى حد معين حتى تسمح بمرور رأس الجنين أثناء عملية الولادة، حتى يمر ويستطيع أن يخترق قناة الولادة ويخرج إلى الخارج في عملية الولادة الطبيعية. أما إذا كانت هذه المسافة قصيرة بسبب شكل الحوض يعني شكل عظم الحوض، فهذا سوف يؤدي إلى إعاقة الولادة الطبيعية وتعسر الولادة، وبالتالي فإن المرأة لن تتمكن من الولادة الطبيعية. طبعا هذه الفحوصات يعني فحوص الدايميترز يعني المسافات للحوض هي اللي سوف تحدد إذا كانت المرأة بإمكانها أن تلد ولادة طبيعية أم لا، وهذا الفحص يكون قبل الولادة بحيث يكون هناك فكرة كاملة وواضحة عند الطبيب حتى يعني يوضح للمرأة إذا كان بإمكانها أن تلد ولادة طبيعية أم لا، تبعا للمقاييس التي سوف يتم قياسها بأداة خاصة لمعرفة هذه الأبعاد. في هذه الصورة نلاحظ الأبعاد لنوع الحوض الذي بإمكان المرأة، إذا كانت أبعاد حوضها مشابهة لهذه الأبعاد فإنه بإمكانها
أن تلد ولادة طبيعية، سوف نلاحظ أن المسافة بين عظم العانة البيوبيك بون وعظم الكوكسيكس هو 11 سنتيمتر، أما المسافة ما بين التو إسكيام سوف تكون 13 سنتيمتر. والمسافة القطرية للحوض التي مؤشر يعني في الصورة باللون الأخضر بشكل قطري فسوف تكون المسافة 12 سنتيمتر. إذا كانت المسافات في حوض المرأة مختلفة عن هذه المقاييس فسوف تسبب لها مشكلة في الولادة الطبيعية، يعني سوف تعاني وسوف تكون ولادتها متعسرة. إذن حوض المرأة مهم جدا جدا في تحديد إذا كانت المرأة بإمكانها أن تلد ولادة طبيعية أم لا. وبالنسبة إلى الحوض يعني عند المرأة هناك أربعة أنواع مهمة ورئيسية من الأحواض، سوف نذكر أسماءها ونسب يعني وجودها عند النساء. النوع الأول يسمى الجاينيكويد، هذا الحوض هو الحوض المرأة اللي بإمكانها أن تلد ولادة طبيعية والتي أشرنا إلى مقاييسها وأبعادها في السلايد السابق، يسمى جاينيكويد. 50% من النساء هم يمتلكون هذا النوع من الأحواض. النوع الثاني هو الأندرويد، الأندرويد يسمى ميل تايب بلفس، يعني هو حوض رجالي، و20% من النساء يمتلكون هذا النوع من الأحواض، وطبعا الولادة الطبيعية صعبة جدا في هذا النوع. النوع الثالث هو الأنثروبويد، أيضا 20% من النساء يمتلكون هذا النوع من الحوض. أما النوع الأخير فهو بلاتيبلويد، 5% فقط من النساء يمتلكون هذا النوع من أنواع الحوض، وهو يعني صعب جدا الولادة بهكذا نوع من أنواع الحوض. إذن النوع الأول الجاينيكويد هو النوع الذي بإمكان المرأة أن تلد ولادة طبيعية من دون مشاكل ومن دون تعسر، وهذا يتم التعرف عليه أثناء زيارات المرأة في مرحلة الأنتيناتال، عندما تكون باستمرار تراجع المركز الصحي أو الطبيبة النسائية من أجل متابعة يعني حملها وتهيئتها للولادة، سوف يتم التعرف إذا كان حوضها يسمح بالولادة الطبيعية أم لا.